نتعرف مع بعض على اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي مع الزميله العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي من مقر النادي بالجزيره. نورهان صباح الفل عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، صباح الخير يا كريم وصباح الخير يا نهاوند. زي ما عودناكم احنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي، هنحاول نقول لكم طبعا ونوصف لكم المشهد هنا من مقر النادي، وطبعا نطلعكم كمان على أهم وأبرز أخبار النادي. طبعا في الساعات الأولى يمكن شاهدنا يعني حضور لسه طفيف شوية من أعضاء عمومية النادي هنا، العمال يعني استعدوا بشكل كبير جدا لاستقبال الأعضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم. كمان على المستوى الأمني كان في تجديدات صارمة جدا بضرورة ارتداء الكمامة على البوابات، والعمال كمان كانوا يعني ملتزمين جدا بتعقيم كافة منشآت المقر هنا. درجة الحرارة النهاردة العظمى 26 والصغرى 19، يعني إلى حد ما الجو مائل نسبيا للبرودة، بس يعني الجو جميل هنا في النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم. كمان خلينا نروح بقى لأخبار الفريق الأول كرة القدم. زي ما احنا عارفين الفريق الأول في راحة تم يمكن من يوم السبت الماضي، طبعا عقب مباراة طلاع الجيش واللي فاز فيها النادي الأهلي بثلاث أهداف دون رد في ختام منافسات الدوري اللي حسمه النادي الأهلي لصالحه. وكمان طبعا زي ما احنا عارفين تسلم النادي الأهلي درع الدوري الـ 42 بعد المباراة في وسط أجواء واحتفالية كانت جميلة جدا في استاد الأهلي والسلام. يمكن يوم السبت المقبل إن شاء الله هيعاود الجهاز الفني مع اللاعبين التدريبات الجماعية استعدادا للنهائي الأفريقي، اللي طبعا زي ما احنا عارفين إن كل جماهير النادي الأهلي هنا وأعضائه ومجلس إدارته في انتظار المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر المقبل. موسيماني هيعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ للوقوف على آخر مستجدات الفريق، وكمان بحث البرنامج المقبل للفريق واستعداداته، خاصة طبعا بعد الأجازة الطويلة من السبت للسبت اللي منحها المدير الفني للاعبين. وكمان طبعا زي ما احنا عارفين سمح للاعيبة الدوليين للانضمام إلى منتخباتهم والأجانب لمرافقة أسرهم في بلادهم. كمان خلينا نقول أنه موسيماني طلب تقرير طبي من دكتور خالد محمود عن آخر مستجدات المصابين، وتحديدا على رأسهم الثنائي رامي ربيعة وحسين الشحات. طبعا زي ما احنا عارفين رامي ربيعة كان أصيب بمزق في الخلفية، وحسين الشحات في المباراة الأخيرة كان أصيب بشد في الخلفية. يمكن كمان في خبر صار انه ازدادت حظوظ رامي ربيعة في المشاركة بالمباراة النهائية في المباراة الافريقية، ده طبعا بعد ما تم تأجيل المباراة من 6 نوفمبر ل 27، وده هيخلي اللاعب ان شاء الله يمكن بنسبة كبيرة جدا يقدر يشارك في المباراة. وكمان عايزين نقول انه يعني من بين الكواليس بقى موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين كان في تجديدات كبيره جدا جدا على اللاعبين اللي هيسافروا، وكمان اللي موجودين هنا في فتره الراحه اللي منحها المدير الفني الجنوب افريقي للاعبين، على ضروره الحفاظ على انفسهم وان هم يعني يتخذوا كافه الاجراءات الاحترازيه، يعني طبعا تخوفا من لا قدر الله اصابه اي لاعب قبل المباراه النهائيه المرتقبه. يعني مش عايزين نقول كمان انه كان في يعني تحذيرات قويه جدا جدا للعيبه اللي مسافره تحديدا، ويعني يمكن يعني شبه تهديدات ب يعني غرامات ماليه للاعبين في حاله طبعا يعني عدم تنفيذ الاوامر او عدم تنفيذ طلبات الجهاز الفني من اللاعبين. كمان الجهاز الطبي للنادي الأهلي هيتابع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يعني كافة الإجراءات الاحترازية الطبية للنهائي الأفريقي. زي ما احنا عارفين وزي ما احنا قلنا يعني استعدادات قوية جدا من جانب الجهاز الفني واهتمام كبير جدا من جماهير النادي الأهلي بالمباراة الأفريقية المرتقبة. اما بقى على صعيد السله فاجرى اللاعب عبد الله ناصر الشهير ببودي جراحه يعني ناجحه في ايده بعد ما اصيب بكسر مضاعف في اليد. اللاعب ان شاء الله من المحتمل ان هو ينضم لمعسكر المنتخب قبل البطوله الافريقيه بعد اجراءه للجراحه الناجحه.
واخيرا بقى حاله من الارتياح هنا داخل مقر نادي الاهلي بعد ما طبعا زي ما احنا عارفين زار وفد من وزاره التضامن الاجتماعي امس للنادي الاهلي هنا لاشهار مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه، وده طبعا في اطار حرص مجلس اداره النادي الاهلي على تطوير وارتقاء باسم النادي الاهلي في كافه الاصعده مش بس على المستوى الرياضي، بالاضافه كمان الى انه الاعضاء كمان ابدوا ارتياحهم وانبساطهم بالندوه اللي تمت اقامتها امس على خلفيه الاقرار الضريبي الالكتروني، من حيث توعيه الاعضاء بكيفيه يعني اقرار ضريبتهم بشكل الكتروني. دي كانت يمكن ابرز اخبارنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ومكملين مع حضرتك.